بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الدكتور عمرو زامل. في الفيديو ده هنتكلم عن داستريال نتورك. في المحاضرة دي هنتكلم عن جزء جديد. بس أفكركم المرة اللي فاتت قلنا إيه؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اللاير بتاعة النتورك، السبع لاير، وعرفنا إزاي ميزة كل لاير، وعرفنا التي سي بي أي بي بروتوكول إن هو بيختصره من خمسة لاير. هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها الباكت سويتشنج، ونتكلم بعد كده في الباكت ديلي والراوتنج تيبل والراوتنج بروتوكول. نبدأ في الجزء ده إن شاء الله. الجزء ده من الفيديو هنتكلم عن الباكت سويتشنج، هنعرف من إيه الباكت وإزاي بنعمل حاجة اسمها السويتشنج تيبل أو الفورورد تيبل. وبعد كده هنبدأ بإذن الله هنتكلم على المشاكل اللي بتقابلنا في تكوين الراوتنج تيبل ده. تعالوا نبدأ مع بعض كده ونقول بسم الله ونبدأ في الباكت. ايه هو تعريف الباكت؟ هو البفر بتاع الداتا، يعني هو تعريفه ان هو ده البفرنج اللي بيتم فيه الداتا بتاعت او يخزن فيه الداتا اللي بيبدأ يبعتها كمسج للريسيفر. برضك ممكن نقول ان هي دي الوحدة اللي هو بيعمل لها شير او بيبعتها على اللينك، لو بيبعتها على للديستنيشن يعني. فممكن نقول الباكت دي الوحدة بتاعت عملية النقل نفسها، او وكل باكت لها بتبقى فيها الديستنيشن ادرس عشان تقدر توصل للمكان بتاعها. برضك الباكت لها اسم تاني اللي هو الفريم، او لو هي في اللاير اللي فوق بنقول عليها سيجما. فالباكت هي الفريم، هي السيجما. المهم ان الباكت دي لها ماكسيمم على حسب نوع اللان اللي هو موجود فيها. فبس على سبيل الايثرنت لها بتاخد مثلا في حدود 1500 بايت. لو هو تي سي بي اي بي باكت في الطبيعي بتبقى اللينس بتاعها حوالي 512 بايت اوف داتا. فالباكت عرفنا ان دي اللي هي الداتا او المسج اللي بتتبعت لازم تبقى فيها الادرس ولها اسم تاني اللي هو الباكت او السيجما، وبيبقى لها ماكسيمم سايز على حسب نوع النتورك او اللان اللي هو فيها. زي ما قلنا بالظبط ان لازم الباكت يبقى فيها هيدر، والهيدر ده اللي يبقى فيه معلومات او ادرس عن الداتا. تمام. كل لاير بتحاول تحط ادرس في معدات عشان تقدر لما يوصل عند الديستنيشن يقدر يوصلها للمكان الصحيح. فالابلكيشن لاير بتحط برضك حاجه اسمها البورتس، الداتا لينك لاير بتحط برضك ادرس والاي بي، فكل باكت لها تحط فيه الادرس بتاعها على حسب اللاير. فالايثرنت مثلا تيبيكلي بتحط ايه 14 بايت، الاي بي بتحط 20 بايت، التي سي بي اي بي هيدر بيحط 20 بايت. انترنال نود اوف ذا نتورك كولد راوتر، في بقى في النود بتاعتنا اسمها راوتر او سويتش، وكل راوتر او سويتش بيحاول يوصلك للديستنيشن بتاعك. هنتكلم بيوصل بقى الكلام ده ازاي. لازم في حاجه اسمها الداتا جرام فورورد. الداتا جرام فورورد ده بيبدا يحاول يوصل الداتا لغايه لما يعمل لها فورورد من اسمها كده لغايه لما توصل للديستنيشن. عن طريق ان هو يوصلها ازاي الباكت دي للديستنيشن، عن طريق ان كل هيدر فيه الديستنيشن ادرس اللي يوصله عليه. في الداتا جرام فورورد لازم يبقى فيه في كل سويتش لازم يبقى في حاجه اسمها فورورد تيبل، او برضه اسم تاني سويتشنج تيبل، او كان راوتر يبقى اسمه راوتنج تيبل. وظيفته ان هو بيبص بقى على الديستنيشن ويطلع النكست هاب، مش يقول له الديستنيشن ده موجود فين ويقول له المسار بالكامل، لا هو بيقول له بس انت تروح للسويتش التاني مثلا، والسويتش التاني يوديه لسويتش تاني او راوتر تاني لغايه لما يوصل للديستنيشن. لما الباكت بتوصل كل سويتش بيبص على الراوتنج تيبل او السويتشنج تيبل، لو كان سويتش بيبص على السويتشنج تيبل او سميناه الفورورد تيبل، وطبعا بيبص على الديستنيشن، وبالتالي لازم الديستنيشن ده يونيك، وبيحدد النكست هاب انفورميشن اللي يبدا يبعته طبعا للنيبر. مين النيبر؟ او مجرد الادرس بتاع النيبر اللي يبدا يبعت له عليه، او الانترفيس اللي هيطلع عليه. وكل واحد بيحاول يعمل فورورد وان ستيب لغايه لما نوصل للديستنيشن. فالنكست هاب وظيفتها ان هي بتقربني وان ستيب من الباث بتاعي لغايه لما اوصل للديستنيشن. فعلى سبيل المثال في السويتش ده، فرضنا ان احنا واقفين على ال S1، احنا واقفين عند S1، ودلوقتي جاله فريم اسمه ايه، يبقى بالتاكيد هيطلعه هنا، يطلعه عند ال A. طب لو جاله فريم الديستريشن بتاعه C، يبقى هيطلعه على البورت ده او على الانترفيس رقم 1. طب لو جاله بقى E، يبقى يطلعه على 2 لان ال E الناحيه دي. لو جاله
بي برضك عند اتنين، او جاله اي يوصله عند اتنين. فده هو لازم يتكون بقى سويتشنج تيبل عنده بكل الديستنيشن الممكنه، يشوف هتروح فين. نفس الكلام يكون هنا عند اس 1، لو كانت الدي يوديها عند 1، لو جاله بقى دي يوديه هو عند 1، لو كانوا البي يطلع عند 3، لو كان الاي يطلع عند 2، لو كان بقى الاي او السي يبدا يبعتهم لسويتش 1 اللي هو يطلعهم على الانترفيس رقم 0. فده اللي احنا شرحناه، لو السويتش الاولاني لو جاله ايه هيطلع على الزيرو زي ما شفنا هنا، لو السويتش الاولاني لو جاله ايه هيطلع على الزيرو، لو جاله سي يطلع على الواحد. طب لو جاله بقى بي او اي او دي او اي يطلع على اتنين زي ما شفنا كده. الاس 2 برضك نفس الكلام، لو جاله بقى دي يطلع على 1، اي زي ما احنا شفنا كده دي على 1، بي على 3، اي على 2 اهو. لو كانوا A او C نبدأ نطلع زيرو. ممكن بدل ما يتعملوا اصفار ممكن تبقى اسماء الاجهزه نفسها، ممكن نحط بدل ما نحط رقم الانترفيس نحط اسم الجهاز نفسه، ماشي؟ ممكن نحط اسم الجهاز اللي متوصل بيه، يعني بدل ما نقول 2 يبقى 2 دي متوصله بمين؟ متوصله ب S2 يبقى نقول متوصل ب S2. وزيرو هنا مثلا بدل ما نقول زيرو نقول هو متوصل ب S1. ده اختصار اللي احنا بنقول اسم الجهاز اللي هيروح له يعني. بس هي بتبقى عادة موجودة في الانترفيس في متخزنة في السويتش. ده بيبقى ريدابل شوية لان احنا شوية بدل ما نقول 0 و1 و2 فبنقول اساميهم، يعني اسامي الهوست او مسامي السويتش. ممكن بدل ما افضل اكتب كل الاجهزة ممكن اعمل حاجة اسمها ديفولت انتري. ديفولت انتري ان هو سنجل ريكورد، بيعبر ان هو لو نوت ماتش مع اي حاجة من اللي فوق يبقى هو عبر عن ده. طبعا زي ما انتم شايفين موفر لنا في S1 بدل ما اكتب الدي والاي ومش عارف والسويتش اللي هم مش متصلين بيا، فببعته ببعته اول الديفولت اي حد غير ده ابعت لي على اتنين، فبشوف ايه اللي متصل بيا ابدا اعمل له النكست هاب، الديفولت اقول له ابدا ابعت على حاجه تانية. فالديفولت انتري بيبقى كويس قوي لو في حاجه خارجيه فببدا ابعت على الانترفيس ده. طيب السويتشنج تيبل تمام فهمناه كده بيتكون ازاي، ممكن ندي مساله وانت تقدر تكونه مفيش مشكله. بس في مشكله في التوبولوجي، في نوعين من التوبولوجي عندنا. النوع الاولاني ما فيش لوب بنسميه تري او بنسميه الفري لوبين، ده بيبقى كل مسار ليه يونيك، يعني عامل زي الشجره كده، ده يودي لده وده يودي لده، فرع شجره كده، وده يودي مثلا لده وده وده يودي لده وده، هتلاقي عامله زي شجره كده فبتتكون لك شجره. طب ده بيبقى كل مسار له ديستنيشن له هو تراك واحده يوصل له هي. بس الفورورد تيبل لازم واحنا بنعمل له الجوريزم واحنا بنكونه لازم تتاكد ان كل الديستنيشن اتحطت في كل تيبل، لانك لو ما حطيتش واحد او نسيت واحد او وقع منك واحد في السويتشنج تيبل يبقى انت مش هتعرف توصل له نهائي لانه ما فيش مسار تاني يوصله. ما فيش مشكله ان يكون عندك اكتر من مسار وتختار اكتر من مسار لان كل واحد له مسار واحد. طيب لو مفيش لوب مفيش ريدندنس، المشكله بقى لو حصل كسر بقى في النتورك اللي كانت فاتت رسمتها، مثلا حصل كسر هنا هروح جاي قطعها لك لتو لوبينج، هيقطعها لك لتو نتورك يعني منفصلين على بعض ومش هيقدروا يكلموا بعض. فالبديل ان احنا نعمل زي ما انتم شايفين كده يبقى في ريدندنس، نحط سويتش زياده مثلا فيدينا ايه، ممكن في مسار ان انا اوصل له كده للبي وفي مسار ان انا اوصل له كده، فيبقى عندي الطريقين بس هتظهر لي مشكله ان انا اختار احسن مسار. تمام، يبقى لو في لوبينج هو في مزايا ان انا عندي لو قطع سلك اقدر اوصل لمسار تاني، بس المشكله هو يختار بناء على ايه؟ فبتظهر لي حاجه اسمها ترافيك انجينيرنج. ترافيك انجينيرنج ان هو بيحدد بناء على الترافيك او خصائص المسار الافضل، ممكن مسار يختار بناء على السرعه او يختار على عدد الهب او على حسب النوع اللي هو الحلين صح، ده صح او صح، يعني ده هيوصلني وده هيوصلني. فالترافيك انجينير بيختار بقى من المتاح عنده يحط بريورتي بناء على الكرايتيريا اللي يشوفها. المهم بس وهو بيعمل الالجوريزم لو حصل فيلير في تراك منهم يسويتش للتاني، مش ان انا اثبته مش هاخد مسار وافضل وفيكس على طول. فالترافيك انجينير ان هو بيختار، ولو حصل فيلير في احد الاسلاك عشان نستفيد من حته ان في عنده اكتر من مسار لازم يعمل سويتش. فدي الميزه في الترافيك انجينير. وظيفه الترافيك انجينيرنج تاني ان هو بيحاول يسلكت one of routing over another، يعني في عنده اكتر من مسار او اكتر من روت،
ولو حصل بيعمل ايفالويشن ان ايفالويشن اوف ذا بريوريتي اوف وان اوف ذا كلاس تو ترافيك، وبيحاول يحدد بريوريتي مين يبدا بده، ولو حصل في مشكله يبقى يرجع له تاني. فهو ده الترافيك انجينير. طب مشكله بقى ان احنا عملنا عندنا في التوبولوجي اللي فات ده، قلنا الراوتنج فيه مزايا حلو جدا ان لو حصل فيه هنا قطع يحصل يخش على مسار تاني، بس هتسبب لنا مشكله لو مثلا في ديستريشن زي السي مش موجود، فالاس 1 مثلا هتبعت الاس 2 مش عندي، تبعته الاس 4 مش عندي، تبعته الاس 3 مش عنده، يبعته الاس 1، هتبدا بقى اس 1 مش عنده يبعت الاس 2، هتروح جاي ظهر عندك اللوب. مشكله الريدندنس او السايكل او انه يكون في لوبينج في النتورك بتاعتك، ان ممكن فعلا يحصل لوبينج حتى من اسمها يحصل لوب. فلازم وانت بتكون السويتشنج تيبل او الالجوريزم اللي هيبدا يكون السويتشنج تيبل لازم يديتكت الموضوع ده، لازم الداتا رام فورورد بروتوكول لازم نحط له طريقه او كرايتيريا انه يديتكت ويافويد الراوتنج لوب. ازاي دي بقى لما نيجي نتكلم على الراوتنج لوب هنشوف بيتكلم ازاي، لو احنا بنكون بقى الالجوريزم نفسه هنشوفها ازاي. بس ده خلينا دلوقتي، لو في لوبينج لازم الالجوريزم بتاعنا يديتكت ان في اللوب ده ويأبريد، ولو ما فيش لوبينج لازم يتأكد ان كل الديستنيشن موجودة عنده في الراوتنج تيبل. تمام، فدي الفكرة. برضك احد المشاكل في اللوبينج، مش ممكن الديستنيشن مش موجود، ممكن يحصل ان هما مش متعاونين مع بعض. مثلا بيقول لك على سبيل المثال ان دي كونسيدر نتورك، مثلا دي حست ان احسن مسار ان هو يبعته للاي وبعدين السي وبعدين البي، هو شايف ان ده افضل مسار بالنسبه للبي. طب جه الاي سيميلارلي ديتكت بقى لوحده كده مع نفسه، قال ان افضل مسار ان انا ابعت كده، ما خدش راي اللي حواليه وقال ان انا ابعت كده. هتحصل لنا مشكله لو الاي بقى جات له المسار هيبعته للدي، والدي يبعته للاي، والدي يفضل يبعته لبعض كده، هتخش في لوب. دي بسبب ان هم ما تعاونوش مع بعض ان هم يوصلوا الرساله. فلازم يحصل كوبريشن او شير. A successful datagram routing require ان هو يحصل كوبريشن، كلهم يختاروا مسار واحد ان هم يوصلوا له للبي. ما ينفعش يبدا ده ياخد مسار وده ياخد مسار، والا هيحصل دلوقتي اللوبينج، مشكله الراوتينج لوبينج ده هتحصل عندنا. اخر مشكله بتحصل لنا ان جنرال بقى في الموضوع السويتشنج باكج او في الباكج عموما، اللي هو الكونجكشن، اللي هو الازدحام. ده بيحصل ان ممكن يكون في سويتش عنده في حاجه الباكج بتوصل له اسرع من مكان اللي هو بيعمل له عمليه سند اوت، يعني هو بيستقبل من مكان سريع جدا ومكان بيبقى بطيء شويه نتيجه اختلاف فيزيكال، او اختلاف ان واحد بيبعت الريت بتاعه عالي والريت تاني بيبقى اقل. فلما بيحصل كده بنحط بقى حاجه كيو في النص، الكيو يبدا يخزن الفريم اللي جاي. طب لو الفريم بقى الكيو ده بقى فول، للاسف في بعض هيحصل لنا مشكله دروب اوت، والدروب اوت ده اللي بيحصل. فالمشكله هتحصل لنا مشكله في الريال نتورك دي، يعني لازم نحلها. الكونجكشن دي معناها لو حصل ازدحام وحصل دروب اوت كتير في النتورك، يبقى دي دلوقتي مش قادره تشتغل ريال تايم، مش قادرين نشتغل نعتمد عليها ان هي تشتغل ريال تايم وتبدا تبعت الحاجه في ميعادها. في الجزء ده احنا كده جزء بسيط اتكلمنا فيه عن الباكيت، واتكلمنا فيه عن اللي هو السويتشنج تيبل او الفوروردنج تيبل او الراوتنج تيبل والديفولت انتري، واتكلمنا عن التوبولوجي في التري اللي هو لو حصل قطع بيحصل يفصلهم، بس لازم نتاكد ان كل الديستريشن موجوده عندي. النوع الثاني ان هو يكون في لوب او ان هو بنسميه في سايكل، فده هيحصل لنا اكتر من مسار اقدر اوصله، فلازم نديتكت ان في اكتر من مسار ونعتمد عليه اللي هو الترافيك انجينير يبدا يسلكت ما بينهم، ولو حصل فيرير يبدا يختار واحد منهم. وبرضك لازم الالجوريزم بتاعنا في التوبولوجي التاني اللي هو فيه سايكل او لوب، لازم يتاكد ان ديتكت اللوب دي ويحصل لها افويد او ترمينيشن. واخر مشكله اللي كانت ممكن تحصل لنا الكونجكشن اللي هو الازدحام نتيجه واحد اسرع من التاني، حليناها شويه بالكيو. طب لو زادت الكيو بقى فول، دي بقت مشكله حقيقيه لانه اكتر من كده هيحصل لها دروب اوت ومش هياخده، فلازم في الحاله دي نحل النتورك. في الجزء التاني بقى هنتكلم ان شاء الله في الباكيت ديلي، واحنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده بس هناخده ونشوف عليه تفاصيل اكتر. كان معكم الدكتور عمرو زين، والسلام عليكم ورحمه الله.